اهلا وسهلا بحضراتكم. حاجات كتير بتخلينا نفخر باننا مصريين، بتكون مبعث فخر بحكم اننا مصريين، لكن في حاجات اكتر بتعزز هذا الفخر. من بين هذه الحاجات الاثار وكل ما يتعلق بالاثار وبالحضاره المصريه القديمه والحضارات حتى المتعاقبه، مش بس الحضاره الفرعونيه لما بنقول الحضاره المصريه، لكن الحضارات التي حتى تلت الحضاره الفرعونيه. في عام 2021 هذا العام شهد عده افتتاحات لمشروعات اثريه ومتاحف عديده، حتى أصبح اسم مصر ساطعا كالنجم في جميع الصحف والمواقع الأجنبية. على سبيل المثال للحصر نلاقي المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة من تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد أمون رع بالكرنك، أيضا إعادة فتح مقبرة رمسيس الأول للزيارة بعد ترميمها، ده غير الكشف عن مدينة باسم صعود آتون بيعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحوتب الثالث بغرب الأقصر. هنتكلم أكتر عن الاكتشافات الأثرية اللي تمت في عام 2021 والتطوير اللي بيحصل ولا زال يحدث في المتاحف المصرية، لدرجة أن احنا بقى عندنا هدف متحف في كل محافظة. هينضم لينا في هذا الاستوديو الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري والسياحي ومدير عام الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ. صباح الخير يا دكتور خالد. صباح الفل على حضرتك. صباح الجمال والإشراق. وأنا بعتقد أنه لقائنا مع حضرتك ده إن شاء الله لما نتكلم فيه عن اكتشافات كتيرة جدا، إذا ما ترجم هذا اللقاء هيلاقي صدى كتير، لأنه الأجانب بيعشقوا الحضارة المصرية وأي حاجة متعلقة بأثرنا. اسمح لي في البداية أسأل حضرتك عن ممكن نقول أهم الاكتشافات الأثرية في 2021، كانت إيه وفين؟ أنا بس عايز أوضح لحضرتك جزء مهم جدا. في حاجة اسمها الصورة المرئية اللي هي بتوضح للمشاهد أو للعالم، في حاجة اسمها الصورة الغير مرئية اللي إحنا داخل الكواليس بقى بنعرفها. عندنا حوالي 250 بعثة أثرية عالمية أجنبية، وعندنا حوالي 20 بعثة مصرية. الـ20 بعثة مصرية استخرجوا من الأراضي المصرية ما لا تتخيليه ولم تفعله ال 250 بعثة. فده الجزء اللي هو داخل الكواليس. الجزء الثاني ان حضرتك باقل الامكانيات بتطلعي جزء من الحضارة المصرية، واللي احنا لازلنا بنؤكد ان مصر لم تخرج مكنون اثرها بما لا يوازي 20%. يعني كل اللي حضرتك شايفاه في مصر وفي جميع متاحف العالم لا يساوي 20% من حجم الحضارة المصرية. على نطاق آخر عندنا اكتشافات في منطقة سقارة تحت إشراف أستاذ دكتور مصطفى وزيري، اكتشاف مقبرة بتاح. وعارف حضرتك يعني إيه أن بعثة أثرية لما بتجد تابوت بتعمل عليه ساينتيفيك بابليكيشن ونشر علمي وفوق ما حضرتك تتخيلي. عارفة يعني إيه حضرتك أنك تكتشفي ثلاث أبيار منهم بير في 100 تابوت كأنهم معمولين بالأمس القريب، بالإضافة إلى إكستنشن لسه تحت في ما لا يقل عن 600 تابوت تاني. في سقارة؟ في سقارة. ده الكلام ده في 2021؟ تخيلي حضرتك أن أنت محتاجة كام ألف متحف عشان تحطي فيه الكلام ده. الحاجة التانية ان الاكتشافات الاثريه لم تتوقف عند منطقه سقاره باعتبارها ان دي منطقه اثريه ومعروف ان احنا ممكن نلاقي فيه، لكن حضرتك تكتشفي منطقه صعود اتون اللي اكتشفها الدكتور زي حواس، ودي مدينه متكامله. احنا عندنا الاكتشافات ليها اهميات مختلفه شويه. يعني احنا معظم العماره اللي عندنا او الاكتشافات اللي عندنا بتبقى عماره جنائزيه، يعني خاصه بالدفن وبالعالم الاخر، لان حضرتك تبقى تكتشفي مدينه سكنيه لطرز البيوت والحياه اليوميه، الاكل الشرب شكل الصرف الصحي، ده بيضيف على الحضاره المصريه ثقل وبعد انساني الى جانب الثقل والبعد الديني. صحيح. شيء بالاضافه ان هو بيضيف معلومات عن العصر او عيشه الناس في هذا العصر ونوع من انواع التاريخ والتوثيق. احنا عايزين بس نوضح لحضرتك جزئيه مهمه جدا، ان الشباب المصريين والعلماء المصريين يقومون بتغيير التاريخ المصري يوما بعد يوم. كل يوم احنا بنغير التاريخ المصري ونضيف. حضرتك قلت حاجه في منتهى الاهميه، لانه احنا طول الوقت كنا بنتساءل عن حياه الفراعنه اليوميه، اليوم بيوم بياكلوا ايه وازاي ويعيشوا ازاي. ده احنا من كام شهر او من سنه تقريبا كان في
اللي هي الاكتشاف اللي طلعت الملكه اللي بشعرها فضل زي ما هو، وقعدنا عملنا عليه نكت قد كده وعايزين نعرف ايه هو الهير كير روتين بتاعها، وكانت بتستعمل زيوت ايه لشعرها عشان يفضل ما شاء الله بالقوه والكثافه دي بعد السنين دي كلها. فما بال حضرتك بقى بكل حاجه ليها علاقه بحياتهم. هو ده بقى اللي احنا بنقوله، ده هيبهر العالم يا دكتور. الاكتشافات مش بس عماره جنائزيه، مش بس توابيت وتحنيط وغيره. عايز اقول لحضرتك بس من باب الطرفه السبايسي، يعني ان المراه المصريه كان عندها 21 قصه شعر، 21 قصه. فتخيلي كل بيوت الازياء بتستعيد من الحضاره المصريه. تخيلي ان المراه المصريه كان عندها نوع من انواع الاكسسوارز، لازالت اعتى بيوت الازياء بتاخد من التون المصري. دي جدا. تخيلي حضرتك ان المصري القديم، وانا شوفي المفاجاه، المصري القديم صنع الكتان على نول من الاسره زيرو، وموجود اقدم قماشه متصنعه في متحف بيتري في لندن بترجع لمنطقه نقاده في الصعيد، عمرها حضرتك بس ما 3300 سنة قبل الميلاد، بتضيف عليهم الألفين سنة الميلادي طبعا. فأنت بتتكلم في 5000 سنة كان العالم كله بيرتدي أوراق الشجر. طب سؤال بقى بمناسبة ارتداء الملابس، معلش عشان احنا طول الوقت بنسأل، الفراعنة ما كانوش بيبردوا في الشتاء؟ كانوا دايما يعني هم متصورين دايما صيف شتاء لابسين صيفي. طيب. واللي هو نوع من إبراز العضلات في الرجالة وإبراز أنوثة الست، فبالتالي بيصوروا هذه العضلات او حتى انوثه الست في يعني بشكل اكثر، خلينا نقول عريان، استخدم هذا. لا هو الملابس كان لها اتصال بالوظيفه. يعني المصري القديم كان عنده لبس شتوي، وكان عنده لبس من الصوف. من الصوف، لكن كل وظيفه لها لبس معين. الراجل لما ينزل الفلاح في الغيط مش هيلبس فوق صدره حاجه، فدايما بيظهر عليه. الكهنه بيلبسوا جلد النمر، فدايما تلاقيهم مرتدين جلد النمر وحليق الراس. فكل نوع من انواع الوظائف ليها ملابسها. طب لما نشوف مثلا نفرت وراح حطب في المتحف المصري، طب ما هو السيده لابسه ثوب من الكتان شفاف على ارقى انواع الطرز العالميه. صحيح. والراجل ظاهر بجسمه عاري، لان ده نوع من انواع راجل جيش. تمام. الشيء هو مرتبط بالوظيفه في كل الاحوال. نخش بقى على مرحله الحياه اليوميه. يعني حضرتك احنا نعرف كتير قوي عن الحضاره المصريه فيما يتصل بالحياه الجنائزيه. طب تعرفي اكلهم وشربهم؟ لا لسه. بالظبط. طب تتخيل ان كل العالم بياخد المنتج المصري القديم ويحط عليه مسمى اجنبي ويعملوا منتج اجنبي ويصدره للعالم؟ خدي بقى حضرتك المفاجأة، اديني امثله بقى يا دكتور. الكانيلوني مصري قديم بجد. الدوناتس. ايه ده الكانيلوني مش طلياني؟ شفت حضرتك، ما هو يعني بجد؟ وموجود في المتحف الزراعي في الدقي. الدوناتس. السمبوسك مصري. الدوناتس فرعوني. السمبوسك المشبك. لا مش عارف. الحلويات المجففة. دميات. ده حتتي. طب دميات. احنا بنتكلم على عمق الحضارة المصرية مش بس الجنائزية. فاحنا لما بنكتشف أثر، الأثر بالنسبة لنا بيمثل كم من المعلومات اللي بتضاف إلى عمق الحضارة المصرية. مش بس إن احنا اكتشفنا تابوت أو مقبرة جنائزية، احنا اكتشفنا البردية طبية أعظم عندنا من اكتشافنا لقاعدة هرم أو لمقبرة جنائزية. طب هنا طبعا في سؤال هيجي، يعني أعتقد يا همام ممكن تشاركني نفس السؤال، إنه الاكتشافات دي كلها يا دكتور وغيرها كتير، والمئة تابوت اللي لقيتوهم ده في بير واحد بس، لسه كتير، ولسه في يا رب أكتر كمان وكمان. الحاجات دي كلها إمتى بإذن الله تظهر للعالم ولينا وتتعرض وتعمل لها شو كيسز إمتى؟ هو حضرتك لما تيجي تقارني ما بين عدد المتاحف اللي كانت موجودة في مصر 33 متحف، وعدد المتاحف اللي كانت موجودة في روما 3000 متحف، فأنت حضرتك بتكتشفي، فأنت محتاجة متاحف جديدة. فطبعا خطة الدولة بإنشاء متاحف في كل عاصمة، ده خطة محمودة. صحيح. بالإضافة إلى إيه بقى، أن حضرتك لا تعترض التنمية، فأنت عندك تلال أثرية، التلال الأثرية لازم تعملي فيها حفاير، فبتطلع لك منتج، فأنت عندك مخازن متحفية.
فانت عندك عرض جاهز في حال انشاء متاحف جديده ان هو يسري هذه المتاحف. صحيح، عندنا قدر كبير من الشغف ان احنا نعرف تفاصيل اكثر عن الحضاره المصريه القديمه والثقافه المصريه، مش بس الحضاره الفرعونيه لكن حتى الحضارات المتلاحقه والمتعاقبه على الحضارات اللي طرقت ومرت بينا في كمصريين واثرت ولا تزال تؤثر في شخصيتنا. على اي حال الدكتور خالد سعد الخبير الاثري والسياحي ومدير عام الاداره العامه للاثار وقبل التاريخ، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذا الصباح. وان شاء الله نسعد بلقاء حضرتك مره ثانيه ونسلك من هذا الحوار لانه مهم جدا الحقيقه. احنا لسه في تفاصيل كثيره مره واثنين وثلاثه، خلينا نخليها فقره، نحاول قدر الامكان فقره ثابته نتكلم عن الاثار المصريه، لان احنا برضو في جزئيه برضو احب انوه انا بليز يعني حضرتك لما قلت متابعه سياده الرئيس، احنا ما عمرناش شفنا رئيس الجمهوريه بينزل يتابع اعمال قبل الافتتاح زي ما حصل في سور مجرى العيون. صحيح، ده شيء علشان يضمن ظهور المشروع بكواليتي كويس، كواليتي محترم وعالمي وذو معايير عالميه. على اي حال شكرا جزيلا دكتور خالد، شرفتنا في هذا الصباح. وكده مشاهدينا نكون وصلنا الى ختام ونهايه هذه الحلقه من هذا الصباح، شكرا لحضراتكم وبالطبع شكرا للعزيزه منى. شكرا لحضراتكم. والدوناتس طلعت فرعونيه، الدوناتس يا بتوع الدوناتس بره يلي عمالين تقولوا لنا احنا بنستورد من، لا طلعت مصريه، والكانيلوني طلع مصري برضو مش طلياني. بنشكر حضراتكم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وإن شاء الله غدا يتجدد لقائنا مع حضراتكم في تمام 8 صباحا في هذا الصباح على شاشة إكسترا نيوز. دمتم في أمان الله.